اساله بس اخر يعني الزنقه اللي احنا فيها دي امتى؟ البلد رايحه على فين؟ بالنسبه للاستيراد، الاستيراد هل هيفضل موقوف كده ولا هنشتغل ولا هنعمل ايه؟ مشكله القمح بيتقال عليها كلام كتير جدا جدا من المغردين، يا ريت نطلع نوضح للناس مخزون القمح عندنا يكفينا قد ايه، واحنا لما يخلص المخزون ده البديل ايه، ويبقى واضح وصريح. هل الاسعار دي هتفضل تعلى ولا هتثبت؟ وبالنسبه للديون، هل احنا الديون دي هنقدر نسددها بالمشاريع وبالمدن اللي بتحصل؟ البطاله دي هتفضل موجوده كتير يعني مطوله معانا؟ انا واحد عن نفسي مش لاقي شغل. هقول له ايه خطتك عشان خاطر المنتج المصري يبقى مال مصر كلها؟ ايه المصانع اللي حضرتك عاوز تعملها بحيث نعدي الازمه دي؟ احنا بنزرع القمح بنبيع للتجار، التجار بيشتروا مننا تمر رخيص، امتى نبيع فيه ونكسب؟ هقول له الحاجه امتى ترخص؟ كل حاجه غليت، الجاز، النور، المواصلات غليت على المواطنين، كيلو القوطه غلي، البصل غلي، امتى الحاجه هترخص؟ الحاجة بتغلى جدا والمرتبات ثابتة زي ما هي، فأنا الشباب هيجيب منين؟ ثانيا هنبني مصانع امتى لو هنقفل الجمارك؟ يعني بخصوص مجال السياحة، بما اننا شغالين في المجال فنحب نشوف الخطة الواضحة اللي هتكون الفترة الجاية للتطور في مجال السياحة بالنسبة للعاملين والمنشآت. هو كان واخد الاول وقع، ودلوقتي الحمد لله احسن بكتير. انا من جنة، انا انجبت بعد 45 سنة، هل هو ابني اللي انا خلفته بعد العمر ده اطمن عليه؟ انا عايز ابني هو اللي اطمن عليه.